هو صحيح ان زيت الجير ملوش عمر افتراضي او ممكن يفضل في العربية لحد 100,000 كيلو؟ السلام عليكم. نبهت انا مرانا وتكرارا على موضوع تغيير زيت الجير، وقلت ان الموضوع مهم جدا وخطير جدا، ويمكن كنت عملت عنه حلقة كاملة بكلم فيها عن فوائد واضرار تغيير زيت الجير. وطبعا كان الاعتراض او اغلب الاعتراض ان في ناس قالت ان الوكيل بيقول ان زيت الجير او زيت الفتيس بيكون من عمر العربية، وانا قلت لكم ده كلام مش منطقي، لان زيت الفتيس او اي زيت في الدنيا بيكون عمره الافتراضي او الاكسبير بتاعه بعد 5 سنين من تاريخ الانتاج وهو في العبوة بتاعته، فما بالك وهو شغال في العربية. دي واحد. اتنين، ان ناس ردت وقالت لك طيب الكتالوج بيقول ان حتى في الظروف القصوى احنا نغير زيت الجير على 100,000 كيلو، وانا قلت لكم ده غلط والمفروض انها تغير على 30,000، لان انا من خلال الخبرات وانا شغال فطبعا بشوف كل حاله شكلها عامل ازاي وهو نازل، صح؟ في ناس ما اقتنعتش، فانا الحلقه دي تحديدا علشان الناس اللي ما اقتنعتش، وهوريكم عربيه كيا سبورتج المفروض ان هي موديل 2015 ما غيرتش الزيت خالص، وهوريكم العداد بتاع الكيلوات 65,000 كيلو بس، وهفرجكم الزيت نازل عامل ازاي، هفرجكم الزيت الجديد والزيت القديم، والمفروض ان الفتايس السته غيار تحديدا كمان بيكون الفلتر بتاعها فلتر علوي مش متغير، فانت ايه اللي يخليك ان انت تاخر غيار الزيت لحد ما الزيت يملي شوايب وبعد كده يبدا ان هو يسد لك الفلتر الداخلي اللي هيبوظ الفتيس وانت مش هتعرف تعمل فيه حاجه؟ طب وليه ده كله عشان بس غيار زيت؟ فخلونا مبدئيا نتفرج على العدادات. خلاص لاحظوا هنا العداد كام كيلو، 65,000 كيلو، تمام. العربيه اهيت كيا سبورتج اهيت، تمام. دلوقتي بقى هفرجكم على الزيت القديم والزيت الجديد، وعذرا ان الحلقه معموله سريعه، في انا في المحل شغال. ده مبدئيا ده الزيت اللي نازل، شايفين حالته عامله ازاي، لونه، درجة اللزوجة بتاعته، شايفين؟ طبعا رايح في داهية خالص، ولاحظوا ان الزيت نفسه فيه عروق، يعني فيه الوان مختلفة، لاحظوا يعني مش عارف هو باين معاكم في الصورة ولا لا، هتلاقوا شايفين الالوان دي شوايب هو شايلها، فطبعا درجة اللزوجة ما هياش واحدة، يعني دلوقتي لما يجي يدور جوه الفتيس دلوقتي بقى هو مخلط اشكال والوان، تمام؟ احنا لسه مغيرينه اهو، مغيرين العربية من تحت. ماشي. طيب خلونا بقى نشوف ازاي شكل الزيت الجديد. طبعا هو انا كده مستخدم الزيت بتاع الوكيل بتاعها. بصوا بقى الزيت هنا لونه المفروع عامل ازاي، شايفين اللون الاحمر، اللون الاحمر الشربات ده، شايف فرق اللون طبعا واضح هنا، ده من ده، شايفين؟ تمام. يعني اعتبر ان دي تركيه سريعه، حتى شوف الفرق اللون اهو اللي نزل هنا من اللي هنا، دي 65,000 كيلو بس، فلذلك انا لما بقول لكم غيروا على 30,000 عشان تبقى في الامان، فده كان كلام مظبوط وناتج عن تجربه وخبره عمليه. اشوفكم بقى باذن الله على خير.